اخوك الله يرحمه. قولي علي عليك يا اخي، صرنا نتحاسس على ورثتها. شو بدنا نعمل يا اختي؟ هي ارادة رب العالمين. بقى انت بيطلع لك ربع البيت وربع البايكة وربع الارض اللي عنده، وبيطلع لك كمان حصة شهرية من ارباح البايكة مع راس المال، وهذا كله احنا قدرناه انا والشيخ عبد العليم. انا ما بدي شيء اخي، ما بدي شيء، بدي اعطيك الحصة لاولادي. اختي انت حرة تعطي حصتك لمين ما بتريد. اهلين وسهلين خالي، شلونك؟ ان شاء الله بخير. اهلين وسهلين جميل. اهلين خالي، اليوم بدي احكي لك مع بشير، بدي اشمط لك رقبته شمط على العمل اللي عملها. يلا يلا. وين امي؟ ليك اجوا اخي. يامو يامو. انا هون يامو. شو في؟ كل الاغراض حطيته لهون. وسيخ وينه سيخ؟ طيب معاه. ايوه اي معي. خلصنا بقى لك يا شباب، شو صاير لك؟ يلا خلص امسك امسك بقى، خلصنا روح من هون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسل تحياتي وحبي إلى حرمتنا سعاد الغالية، ولأولادي عصام ومعتز، وإلى بناتي بوران وجميلة ودلال، وإلى كل من يسأل عني من طرفكم. وأخبركم أني بخير والحمد لله. أنا موجود في سجن لا نعرف وين هو، بحيث أنهم يسرقنوننا كل فترة من سجن لسجن تاني. وهالمكتوب أرسله مع سجين رفيقي، ولا أعلم إن كان سيوفق في الوصول إليكم وليخبركم عني وعن أحوالي. وإننا إذ ندعو الباري عز وجل أن يلهمنا الصبر وأن يشملنا برحمته وأن يعفو عنا ويزيل كربنا عن قريب. ادعوا لي بفك أسري وأسر الجميع، وأنتظر لقاءكم بلهفة واشتياق بفارغ الصبر. شوكة. لك أبني مين عطاك المكتوب؟ شلون وكيف؟ فهمني. واحد ما بحسن أذكر اسمه بنوب، حتى أنه طلب مني أنه هذا الموضوع لازم يطل بيناتنا وما يطلع لمخلوق خلق. وليش بقى؟ خوفاً على حياة أبي وعلى حياة الزلمة اللي وصلنا المكتوب. شنو هذا الزلمة هرب من السجن هريبة؟ عرفت ليش بقى خالي؟ الله أكبر، هي خبرية محرزة. والله فرحت من كل قلبي، مالي عرفان شلون بدي هنيك يا أختي. بس هلأ لازم ندور عليه ونشوف أنه سجن محبوس، لازم نفكه من أسر مهما كلف الأمر. طول بالك خالي، طول بالك، كل شي بوقته حلو. مهم هلا، مهم هلا انه عرفنا انه ابي عايش بعد ما عملنا له عزا. ابي عايش يا ابو، عايش. طالما قلب ابوك عم يدق.